البرازيلي روجيريو ميكالي مدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي رفض مواجهة منتخب اليابان وديا في معسكر الفراعنة المقبل المقرر إقامته في شهر يونيو على هامش الأجندة الدولية. فاز فريق الجونة على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة اللي جمعتهم على استاد خالد بشارة بالغردقة، وده ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري. وبيحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 29 نقطة، بينما يحتل الجونة المركز السادس برصيد 28 نقطة. فريق زد حقق فوز كبير على بلدية المحلة بنتيجة 3-0 في المباراة اللي أقيمت على ملعب غزل المحلة ضمن منافسات الأسبوع العشرين بالدوري المصري. وبهذه النتيجة رفع زد رصيده إلى 33 نقطة، بينما تجمد بلدية المحلة عند النقطة 19. فريق نادي بيراميدز حقق الفوز وديا على فريق ألو إيجيبت بنتيجة 3-1 في اللقاء اللي جمع بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي. فريق سيدات كرة الطائرة بنادي الزمالك فاز على فريق بجاية الجزائري بنتيجة 3-1 في ثاني مواجهة ببطولة إفريقيا اللي بتستضيفها النادي الأهلي. فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك بقيادة مدير الفني مجدي أبو المجد خسر لقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد بالجزائر أمام الترجي التونسي بنتيجة 30-25 في النهائي. فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي فاز على سكيكيدا الجزائري بنتيجة 37-28 في لقاء تحديد صاحب الميدالية البرونزية في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية المقامة بالجزائر ليحصد المركز الثالث. فريق شيفيلد يونايتد خسر أمام فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة 5-1 في مباراة لجامعة الفريقين بملعب سان جيمس بارك، ده ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وبكده رفع فريق نيوكاسل يونايتد رصيده إلى النقطة رقم 53 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يحتل شيفيلد المركز الأخير برصيد 16 نقطة. فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي تعادل مع فريق بيرنلي بنتيجة 1-1 في المباراة اللي أقيمت امبارح ضمن منافسات الجولة 35 للدوري الإنجليزي الممتاز. وبيحتل فريق مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، بينما يأتي بيرنلي في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 24 نقطة. نادي ليفربول تعادل مع فريق ويست هام يونايتد بنتيجة 2-2 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب لندن الأولمبي، وده في افتتاح مباريات الجولة 35 بالدوري الإنجليزي الممتاز. ورفع ليفربول رصيده إلى 75 نقطة يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ووصل رصيد فريق ويست هام يونايتد للنقطة رقم 49 وبيحتل المركز الثامن في جدول الترتيب. فريق يوفنتوس الإيطالي تعادل مع فريق ميلان في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن مباريات الجولة 34 من الدوري الإيطالي، وبهذه النتيجة توقف رصيد ميلان عند 70 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما توقف رصيد يوفنتوس عند 65 نقطة في المركز الثالث. فريق بايرن ميونخ الألماني حقق الفوز على فريق أينتراخت فرانكفورت المحترف ضمن صفوف المصري عمر مرموش بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الألماني. وبيحتل بايرن ميونخ وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 49 نقطة، فيما تواجد أينتراخت فرانكفورت بالمركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 45 نقطة. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هنرجع مرة تانية لشاذلي ومنا علشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا.